cas de malaise ou en cas de survenue d'une réaction indésirable au vaccin. Alhamdoulilah, jusqu'à présent, on n'a pas utilisé aucun de ces médicaments. L'opération de vaccination passe On a les sérums, les intranus, les opérations de contrôle, le glucomètre pour le contrôle de la glycémie, le médicament nécessaire. Les autres médicaments, elles sont dans notre trousse. Donc tout est là pour une intervention. L'intervention rapide de l'équipe de secourisme en cas de survenue d'un malaise de chirurgie. نعم دكتور حتى الساعه ما خدمتوش في القاعه دكتور حتى الساعه الا شي حاجه ان بوتي فيرتيج تنجيبو ناخذو غير لا طونسيون او لو راسور ما محتاجين حتى شي حاجه من ميديكامون ان روسكراج ولا غير جوست غير كنديرو غير اليز صافي الحمد لله تدوز مزيان كيفو الجرعه ديال التلقيح كيفاش كان الاستقبال وكيفاش كانت العمليه ديال الاستقبال يعني داكشي في امان الله داكشي ديال العنايه الفائقه على بغيت تدخل حتى كنوصلو بنادم بيت العملية حتى كدار لانجيكسيون وهنا تن قالك عين واحد ربع ساعة شوية يبرد هذا أنا تنعين كلشي داز بخير وعلى خير ما كاين لا دوخة ولا حتى شي الحمد لله الدوخة اللي كنا خايفين منها داز بخير حس القهوة باش كتحس دابا مور القهوة كيف كتحس بالتلقيح؟ ما كاينش كتحس شويه بالذات كذا شي مضاعفات ما كايناش لا مضاعفات الحمد لله ما كاين لان المضاعفات الاولى يمكن وليت هذا هي اللي كيسال لونفي دو فومير ما كايناش ديك حيت هذه فركه ما تتكون ديك الحمد لله بخير وعلى خير الحمد لله بخير وعلى خير شكرا شكرا بارك الله فيك القاوي عبد الحميد طبيب الطب العام في تابع مندوبية وزارة الصحة في الدار البيضاء أنفا. كيف تتم عملية التلقيح اللي كيشدها الفضاء؟ الحمد لله دابا حنا في اليوم الرابع من الحملة والطريقة كتدوز بسلاسة الناس متفاهمين تيجيو واخدين المواعيد ديالهم كيسهلوا لنا الخدمة ديالنا حنا في الاستقبال كنشوفوهم واش مقيدين في اللائحة المخصصة كندير لهم واحد التشخيص كلينيكي سريع كنقلبوا على الموانع ديال التلقيح واش كيسين عنده شي مرض مزمن واش كياخذ شي دواء ولا لا ومن بعد نخليهم يرتاحوا شويه وكتمشي العمليه للتلقيح ومن بعد تتكون واحد الملاحظه ديال 15 دقيقه بالفعل بما انكم في الاستقبال هل هناك اقبال على العمليه الحمد لله الحمد لله هناك اقبال من الشريحه ديال 75 فما فوق كنتم من الأوائل الذين تجندوا في هذه الحملة ديال المحاربات هتبدأ الأطر الصحية هل هي مرتاحة للنتائج هاد الحمد لله الحمد لله والنتائج هي ملحوظة وكتشهد الحمد لله النقص اللي كاين دابا في الحالات الديكلاريا والحمد لله في الوفيات اللي كتنقص غادي الحمد لله في طريق سليم وذلك التعليمات السامية ديال صاحب الجلالة نصره الله الحامل الاول للصحه ديال المواطنين شكرا دكتور الشرقاوي غير عاديه وهي ام البروفيسور والعالم المغربي المتواجد في الولايات المتحده الامريكيه السيد منصف سلاوي كيف كان اللقاء بهذه السيده بالفعل كان عندنا الشرف ديال استقبال والده العالم الكبير ومفخره المغرب الاستاذ منصف سلاوي المرور ديالها كان عادي جدا ان السيده خدات موعد ديالها في بار ميساج ودازت عاديه توصلت لو سيت ديال لا فاكسيناسيون تعرفنا عليها وفرحنا بالقدوم ديالها لعندنا وهذا يدل على شيء فانه يدل على ان الاستاذ والعالم الكبير ديالنا عنده الثقة الكاملة في
الأطقم الطبية وعنده الثقة الكاملة في النجاعة ديال اللقاح اللي تم الاستيراد ديالو مجهودات صاحب الجلالة الله ينصرو، حيث كنا من أول الدول السباقة للحصول على جرعات، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن المغاربة كلهم يفتخروا بأننا حصلنا على هذه النوعية ديال اللقاح اللي غادي يكون إن شاء الله ناجح. والحمد لله لحد الساعة احنا في اليوم السادس كتمر عملية تلقيح بواحد الطريقة جيدة. هذا هو السؤال الموالي دكتورة، هو التقييم ديالكم لهاد ست أيام أو هاد الأسبوع هذا؟ ألوغ كاين إقبال، الناس كل نهار العدد كيتزاد، وكيف قلنا كاين واحد تنظيم مسبق، الناس كيكون عندهم الموعد كتعطاهم التاريخ وتعطاهم الساعة فين يدوزوا، تيجيو الناس في الموعد ديالهم. طبيعة الحال كيكونوا خاضعين الفئة العمرية وتيكونوا تابعين تراب المقاطعة وتيكونوا مسجلين في الابليكاسيون اللي تستعملات بتعاون وزارة الداخلية مع وزارة الصحة. إلى استوفى المستفيد لهذا الشروط وتمت الموافقة في الريسبسيون الطبيب المشرف على الاستقبال ديال الحالات بأنه ما كيوجدش شي موانع ديال الاستفادة من التلقيح، وتيعطيه لاكور، تيجي لو سيت ديالو تيستافد من التطعيم وتيتفاليدا في لابليكاسيون بأن هاد السيد ولا هاد السيدة راه خدات التلقيح ديالها، وتيتعطاه الموعد اللي غادي يجي ياخذ الجرعة الثانية. إلى حدود الآن كل شيء اللي خداو التلقيح الحمد لله بصحة جيدة، حنا بتتبع الحالات ديالهم الحمد لله كل شيء مزيان، تتم المراقبة ديالهم في قاعة الملاحظة مدة 4 ساعة حتى نص ساعة عاد كنسمحوا لهم يمشيو. بطبيعة الحال كنقدموا لهم نصائح بأنهم خصهم يتبعوا الوسائل الاحترازية، السلامة الجسدية ولبس الكمامة حتى الفترة ديال الجرعة الثانية فما فوق، إلى إن شاء الله باش نحصلوا على المناعة الجماعية ونرجعوا للحياة الطبيعية إن شاء الله في أجل قريبة. دكتورة، بناء على هذه المعطيات وهذه المؤشرات التي تتوفرون عليها خلال هذا الأسبوع، واش أنتم واثقون ومطمئنون لنجاح عملية التلقيح في المغرب؟ هذه المؤشرات كلها اللي كاينة على صعيد المقاطعات ديالنا المندوبية الصحة أونفا، وعلى صعيد المديرية الجهوية للصحة، وكيف كنشوفوا على الصعيد الوطني مؤشرات كتدل على أن إن شاء الله هذه الحملة ناجحة، وغادي يكون زعما عندنا تأكيد أن المغاربة كلهم غادي يستجبوا لهذه العملية باش يحميوا بلادهم، لأن كنا كنبغيو المغرب وكنا غادي نستجبوا ونديروا تلقيح باش نحميوا بلادنا ونرجعوا للحياة ديالنا الطبيعية. دكتورة، يعني منذ ظهور هذا الوباء في المغرب مع الأسف، وأنتم دكتورة من أحد الأطر الصحية اللي كانت في الصفوف الأولى اللي ناضلتم ضحيتم، يعني أنت كأم شنو الإحساس ديالك خلال هذا؟ احنا عندنا شرف كبير نخدموا بلادنا كأم. سامحت شوية في داري كنعترف بهذه القضية، ولكن أنا فرحانة لأن تنخدم البلاد ديالي. بالفعل الحمد لله ربي عطانا الطاقات وربي والناس الدعاوي ديالهم والفرحة بأنهم تشافوا وأنهم وصلوا الشفاء وبقوا بالحياة كتزيدنا واحد الطاقة باش كنزيدوا نخدموا ونزيدوا القدام ونعطيو اكثر من الجهد ديالنا. في الحقيقة احنا مجموعة ديال الأطباء ومجموعة ديال الأطر الطبية، راه ماشي غير انا بوحدي، راه ساهمنا في باش نحاربوا هذا الوباء، لان كنحسوا به احنا في حرب ماشي في هذا. كنقولوا لا جلسنا غادي يغلبنا، قد ما لقينا نعطيو تنعطيو. فعلا كي قلتي
الوقت اللي عطيناه للعمل ديالنا اكثر من الوقت اللي خصصناه للاسره. الوقت اللي عطيناه للعمل ديالنا وكان التخوف ديالنا باننا نقلوا الفيروس ديالنا كنا ما تنشوفوش عائلاتنا. توحشنا الوالدين ديالنا، تنخافوا من بعضهم الخطر. توحشنا الوالدين ديالنا، انا الام ديالي كنبغي نشوفها ما تنقدرش، كنخاف نقلها بالفيروس. دونك تنفضل انا اللي نهضر معاها بعيد من بعيد، وإلا ساليت نهضر معاها، لان بارفو كنبقاو خدامين ساعات متاخره من الليل. كنا واحد الوقت 24 ساعه على 24 النهار كله، النهار كله ملي تندخلو ما تنشوفوهمش، ما تنشوفوش انا ما كنتش كنشوف ولادي. كانت بزاف ديال الضغوطات في الاول، لان الفيروس كان في الاول كان قبيح شويه، كان تري فيرولون تري ترانسميسيب، كان غلط بزاف تقدر تاذى انت ما كتشوف الناس. شكرا على المشاهده. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.